كما لاحظ هنا هذه بيارة الله يكرمكم، هذا خزان. طبعا تم سيتم بناء الجدار البلوك من هذه الجهة، من هذه الجهة راح تكون مسكرة زي هناك، بس هذه الجهة اللي من الشارع تكون مفتوحة دائما تسمح بمرور الماء. أيضا يتم معاملة جدران البيارة معاملة الجدار في الدور الأرضي أو الأول أو ما شابه. السبب أنه جدار البيارة البلوك هو أولى بالتثبيت الشبك وأيضا الزوايا، لأن عليه ضغط مياه رطبة ناتجة عن مياه الصرف، فبالتالي يسبب ضغط على الجدار، فمن الضروري جدا تركيب الزوايا مع الشبك على الجدار.